السلام عليكم متابعينا الأعزاء. اليوم سوف نقدم لكم 7 عادات يومية نمارسها بشكل خاطئ وضار. تقديم المشروبات في الهواء الطلق. ليس هناك أسوأ من تقديم المشروبات لضيفك في الهواء الطلق، فتدخل فيها الحشرات أو تسقط فيها بعض الأوراق أو غيرها. الحل لهذه المشكلة بسيط، ما عليك سوى أن تحضر قوالب الكب كيك الورقية وتقلبها وتغطي بها مشروباتك. ترتيب مواد التنظيف. للتخلص من الفوضى التي تتركها مواد التنظيف أسفل حوض الغسيل، ما عليك سوى تثبيت قضيب لتعليق زجاجات الرش عليه، مما سيوفر مساحة كافية أسفله لوضع أشياء أخرى كالصناديق أو غيرها. حماية الأسلاك من التشابك. جميعنا يعاني من مشكلة تشابك أسلاك السماعات والشواحن عند حفظها معا في نفس المكان، ولحل هذه المشكلة يمكنك صنع حامل الأسلاك الخاص بك بنفسك باستخدام صندوق فارغ، بالإضافة إلى لفافات ورق التواليت الفارغة. قم بوضع اللفافات بشكل عمودي داخل الصندوق، وقم بحفظ الشواحن والسماعات داخل اللفافات. تسخين أكثر من طبق في الميكروويف. عندما تريد تسخين طبقين وليس لديك مساحة كافية في الميكروويف، فإن ذلك يأخذ منك وقتاً طويلاً لتسخين كل طبق على حدة. الحل لهذه المشكلة يكمن في وضع الطبق الأول في الميكروويف ووضع الطبق الآخر فوق كوب كبير، بحيث تستغل الفراغ الموجود في الميكروويف وتسخن الطبقين في آن واحد. تناول الكب كيك. تمثل الكريمة الجزء الأهم في الكب كيك، ولكن الناس عادة ما يتناولونها بشكل خاطئ، حيث أن الطريقة الصحيحة لتناولها هي بقطعها إلى قسمين، ومن ثم تقوم بقلب الجزء الذي يحتوي على الكريمة إلى الداخل لتصبح كأنها ساندويتش، ويتسنى لك الاستمتاع بأكلها. شرب المشروبات الغازية من العلبة. غالباً ما تندفع المصاصة إلى الأعلى عند وضعها داخل علبة مشروب غازي. الحل بسيط، يوجد في المكان الذي تفتح منه العلبة فتحة صغيرة، كل ما عليك هو أن تديرها وتضع المصاصة داخل الفتحة، وبذلك ستضمن ثباتها. قضاء الحاجة. عند بدء تعليم الطفل استخدام الحمام بشكل كامل، يتم تعليمه التبول جالساً حتى يكبر قليلاً، ومن ثم يبدأ بالتبول واقفاً كباقي الرجال، وهذه عادة خاطئة، حيث يفضل التبول جالساً للأسباب التالية: أولاً، عدم انتشار البول على الأرض كما يحدث عند التبول واقفاً، والسبب الثاني أن التبول جالساً يساعد على الاسترخاء والراحة، والسبب الأخير والأهم أن الجلوس يسهل من عملية إفراغ المثانة بشكل كامل، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل البروستاتا. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى الضغط على زر إعجاب وشاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة.